مرحبا، بهذا الفيديو راح نحكي عن طريقة ترميم راح أقول علوية فيرست مولار بالكومبوزيت. مثل ما شايفين نحن بنفضل إنه نحن نعمل اتشينج وبوندينج قبل ما نركب الماتريكس. مثل ما شايفين هون راح نشتغل بطريقة التوتال اتش. أول شيء راح نعمل تخريش للإناميل لمدة 10 ثواني، بعدين راح نحط نحن حمض الفوسفور على الدنتين، ممكن نحطه كمان 10 ثواني تانيات، ورح نعمل هون غسل بواسطة تيار ماء لمدة 20 ثانية. هلأ احنا بعد ما عملنا غسل بنلاحظ شلون احنا هلأ عم نعمل، رح نعمل ترطيب للدنتين. طبعا هي برش مبلولة مرطبة قليلا بالماء، بنحطها فقط على الدنتين حتى نفتح البوز بالدنتين. وهون نحن ممكن نستخدم نحن بوند جيل رابع أو خامس مناسب لهي الطريقة، كمان ممكن نستخدم نحن بوند اليونيفرسال، هو ممكن نستخدمه نحن بالسلكتيف اتش والتوتال اتش مثل ما شايفين، لأنه عنا اليونيفرسال بوند أو الجيل السادس والسابع بيحتوي على مونومر حمضي، فلحنا ما في داعي لحنا نكتر عملية اتشينج للدنتين، أو ممكن أنه نستغني لحنا على الاتشينج للدنتين، ممكن نعمل بس بالترميل للدنتين حتى نساعد ب إزالة طبقة سمير لاير. مثل ما شايفين هون احنا عملنا رابينج مظبوط للبوند على الدنتين والإناميل، وتيار هواء لازم احنا ننفخ تيار هواء قوي حتى أول شيء نساعد على تطاير السولفنت ضمن البوند، كمان حتى يندخل ضمن البورز ضمن الميناء والدنتين. كمان هون رح نعمل مرة تانية نطبق بوند مرة تانية، هي بتساعد كتير على تثبيت طبقة البوند حتى يصير عنا طبقة البوند ثابتة وما تتعرض لديهايدريشن، يعني بشكل لأن هي أساس نجاح حشوات الكومبوزيت هي طبقة البوند اللي تكون مرتبطة ارتباط قوي مع السن وندخل ضمن البورز اللي ضمن العاج والميناء. مثل ما شفنا بعد ما طبقنا مرة ثانية رح نعمل بواسطة برش ناشفة رح نعمل تنشيف لأي زوائد بالبوند. كمان هون رح نطبق طبقة رقيقة كتير من فلو كومبوزيت حتى نعمل ريزينج كوتينج، كمان هي من شأنها هي الطبقة تعمل تثبيت لطبقة الهايبرد لاير بشكل كتير كويس. طبعا لازم يكون بحدود سمكته أقل من 500 مكرون. وهلأ احنا بعد ما ركبنا الماتريكس رح نبني الجدار الصنف الثاني. مثل ما ملاحظين حطينا طبقة كتير خفيفة من فلو كومبوزيت حتى تندخل ضمن الزوايا، وهون طبقنا نحن كومبوزيت بودي. راح نشيل الزوائد ونحاول انه نحن ابدا ما نخلي فقاعات او اي فراغات بين الكومبوزيت وجدران السن. بواسطة أداة السباتولا عم نعمل تمادي للكومبوزيت على الجدران المحورية للصنف الثاني. كمان بواسطة البراش كمان رح نعمل تمادي أكتر.
وهيك نحن بنكون نهينا الصنف الثاني وحولنا الحفرة لصنف أول، ورح نشيل نحن الماتريكس ونترك الوتد. وهلأ نحن رح نطبق هون كومبوزيت بالك، مثل ما بنعرف بيتحمل السماكة حتى 4 مليمتر. رح نعمل دك وتكثيف للكومبوزيت ضمن أجزاء الحفرة بشكل متساوي، وبعدين رح نعمل تشكيل للسن بالعمق ضمن هذا الكومبوزيت، تشكيل تقريبي حتى نساير نحن سطح الكلوزل للسن. هون راح نحط لحنا الطبقة النهائية من الكومبوزيت، بنعمل تمادي بواسطة برش، ممكن نحن نبللها بقليل من الفلوكومبوزيت. هون ممكن نستخدم بروب أو نستخدم أي أداة لحتى نعمل تشكيل شكل التشريحي للأكلوزال. مثل ما شايفين نحن بناخد كل كاسب، منحدد شكل الكاسب، فبيطلع معنا لحنا التشريح مباشرة لحاله. رح نعمل لحنا فصل للكومبوزيت عن بعضه حتى نقلل التنشن أو الشرنكج اللي ممكن يصير بواسطة الكومبوزيت. ولايت كيور بالأخير. وهيك الحالة بعد ما عملنا فينيشينج وبولشينج للسن. نشكر حسن استماعكم.